السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير يا مصر، ومساء الخير يا بلدنا، مساء الخير يا ولادنا، مساء الخير على ناسنا الطيبين. موضوع حلقتنا النهاردة مختلف جدا. موضوع حلقتنا هنتكلم عن العامية والناس، شعر العامية، نقصد شعر العامية. شعر العامية طبعا نعلم جميعا كيف أن للعامية أثر كبير في حياة الإنسان، وكيف أن اللغة تطورت ونمت بشكل طبيعي، حتى أن هي أصبحت اللغة العامية شقيقة للغة العربية. هنجد أن اللغة العربية كانت دائما لها لهجات، ومنها اللهجة العامية المصرية. واللهجة العامية المصرية تمتعت بكثير من الكلمات والألفاظ اللي ممكن تكون دخلت لها من ثقافات كثيرة، وأيضا في نفس الوقت كان هناك حركة سريعة في الشعر العامية، بداية من الذجل ثم مرورا بالشعر القصيدة العامية، وهكذا حتى مرورا بمجموعة من الشعراء الذين كانوا لهم تواجد على أرض الواقع بقصائد ناصرت الثورة زي عبد القديم، وقصائد دعت واهتمت بمشكلات الإنسان وهمومه زي بيرم التونسي وفؤاد حداد وصلاح جاهين. ومن خلال هؤلاء الوجوه الذين قدموا للشعر العامية، النهاردة معايا ضيفي الشاعر والإعلامي محمد فتحي. في هذه الحلقة سوف نلتقي به شاعرا وهو إعلامي يرصد الحركة الإبداعية باعتباره شاعر وباعتباره إعلامي، يتواجد ويتعامل مع كثير من الأدباء وأشعراء. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. أهلا أستاذ هامد، زي الحال، أشرقت معنا هذه الليلة. أهلا بحضرتك. النهاردة هنتكلم عن شعر العامية من خلال محمد فتحي الشاعر. الجميع يعلم محمد فتحي الإعلامي الذي قدم كثير من الشعراء. اليوم محمد فتحي الشاعر يرصد لنا حركة الشعر في الوقت الحاضر. هل حضرتك راضي عن حركة الشعر في الوقت الحاضر العامي؟ طبعا برحب بحضراتكم في هذه القناة الجميلة، الصحة والجمال. طبعا راضي، ما فيش مشكلة. طول الوقت مصر ولادة في كل المجالات، و زي ما بيقولوا كده بالعامية برضو، الكلام ما فيش أسهل منه، والأفكار على قارعة الطريق، والمواهب كتيرة في الحقيقة، والأصوات متعددة ومختلفة، وكل محافظة بل وكل مركز داخل محافظة قادر على إفراز يعني نماذج محترمة جدا، يعني خاصة في شعر العامية. طبعا في ناس بتكتب رواية ومسرح وقصة قصيرة وغيرها من الفنون، لكن شعر العامية موجود، وإن كان يعني طبعا في بعض الكتابات بتبقى غارقة في الذاتية شوية، وغابت فكرة إنه شعر القضية وما هي القضية من أساسه. هو ده موجود وده موجود، فإلى حد كبير راضي. يعني أنا طبعا أنا مش محل يعني حكم على من يكتبون، لكن أنا شخصيا بحاول أكتب وبنوع في الكتابات، وكل الزملاء من الشعراء في كل المحافظات بيكتبوا طول الوقت. يمكن ظروف عامة زي كورونا دي مثلا بتقعد الناس في البيوت، في ناس كاتبة شعر من سنتين مش عارف يقولوا فين، إن كان على صفحته ماشي، واللي بيتواصلوا معاه يعني عدد محدود يصل إلى 5000 على أقصى تقدير مثلا في فيسبوك، وده ما بيحصلش غالبا يعني. فالناس بتكتب وفي ناس بتسمع، وهو يعني بينه وبينك العصر على بعضه مش عصر القصيدة جدا، وإن كان برضو مش عصر الرواية كما قال البعض يعني. الشاعر والإعلامي محمد فتحي له إصدارات أدبية، سواء كان في قصيدة النسر، معذرة، سواء كان في قصيدة العامية أو في قصيدة الفصحى. واللي ما يعرفوش كتير إن محمد فتحي له رواية أيضا، هذه الرواية بعنوان شاي بارد، الديوان العامية بنات الحور، تحت الطبع على باب محطة مصر ودبيب الأقدام والسوق. عايزة أبدأ ب بعض القصائد اللي محمد فتحي
يراها تعبر عن المجتمع، عن لغة الناس. تمام. انا كل معظم الكتابات يعني هي في الواقع، انا راجل جواله طبعا في الشوارع المصريه وفي الحواري وفي الاسواق، وبسمع كتير قوي الناس بتتكلم، وبسمع ايقاعاتهم الشخصيه يعني اللي هم اقرب ما يكونوا الى الشعراء، الناس وهي بتبيع عاملين زي الشعراء، والحوار ما بين اتنين في السوق ستات شبه الشعراء، حكمه على اداء على حركه يعني، فبتعلم بالاضافه طبعا للقراءات اللي بتتوفر كل اساتذتنا اللي فاتوا، فانا بكتب شبه الناس يعني اللي بسمعه، بترجمه وبنظمه شويه كده، وهتتبقى يعني رؤيتي الخاصه في تقديم ده، وقاموسي الخاص اللي انا احيانا انوعه يعني ممكن اقول قصتين ثلاثه فتقولي اه لا ده جذوره ريفيه جدا، وفجاه تلاقيني في نصين ثلاثه اسكندراني كده شبه الشمال، او قاهري جدا، فممكن صعيدي جدا، وممكن صعيدي جدا يطلع في شكل واو مربع صعيدي، فيعني لغه المجتمع. حضرتك تكتب شعر بصوت الناس، بصوت المجتمع، مش بصوت محمد فتحي فقط. نسمع دلوقتي اول نص لمحمد فتحي. انا هحاول نسمعكم حاجه. واسمع طلاسم من حواري القاهره، وافرك لي فركتين بالكعب اشوف الشعب، الاشياء معدن فل شمعه منوره، والواد يشعشع من السهوكة واللعب، ينطق الكورة وهب في الفترين، لا قصده يلعب ولا يكسر بيبان وإزاز، الواد بيرمي الهلب على الحلوين، والكورة فاول بول ولمس عزاز، والفول يشك لو يقل الزيت، والبيت منفض غرش جوز بصلات، البنت فرشة بتوم وجبنة قريش، والواد مربي التربسين في صلات، يا موصل الوصلات مفيش سيجنال، والسلك قرمش شوف له تشعيره، البنت فرشه وعينها على الورشه، والواد يبص على التسعيره مش شايف، يهق يرمي البق ويقول زق ياض يا عاشور، البنت ترمي البك وهو يحك ويسقم، الميه غليت نجيب الشاي ونلقم، احبه مغلي وحبر فيه نعناع، واحب ارقش بقسماطه معاه، السعي واجب وبيفتح بيوت ويلم، وبنص عين بصت قالت له يا سم، وحمرة على الآخر يا قوطة بس مجنونة، زي الحنونة اللي ملوها العيال بالبلي، لا تليو نافع يا برد ولا زنجبيل، ولا كوز يطر القلب من هذا السبيل، ولا كوز درة نطلب وراه المغفرة، حب الدرة موجود ومش بدود، والحردة لايقة والقصة نازلة على العيون السود، لا جودة بالموجود نفعة ولا روح شفعة، الواد ده دفعة ولبسه عنوانه، قالوا اللي باعنا خسر دلعنا وغار، وكسرنا زير ورا كل من خانه، من امتى بس بتهون الحبايب يا سيدة، ما يهونش غير العدا والمتقفلين في الصين، رقمنا دايما وعلى الوجع دايسين، عامر مقامك بالونس يا حسين، هقولك على اللي فيها يا خال ورزق على المولى، الواد ده شكله ضغف وفاضي وعلولة، نفض وفكك لا بتنجان ولا مزولة، البنت قالت يا جبنة قريش معايا التوم، والواد خلاص طلع من الهدوم وتجن، لا حرجمة شفعت ولا تلاكيك، القاهرة ملهاش في أكل الكيك، والديك بيدن تنام مخاليق، وناس بتقوم تشق الريق، وننام ساعات تتعلق عينينا في سقف، ونقوم ساعات نلاقي طريق وألف طريق وألف طريق. يعني ده يعني شكل من اشكال الكتابه، وهي كلها حاجات بضفرها كده من الواقع موجوده وبنسمعها طول النهار، صوت الطريق، صوت الناس، وهنا القاموس. انا لا ادعي ان ده قاموس الشخصي جدا يعني إن انا مش هقعد اتكلم كده طول النهار، لكن الكلام ده موجود في مناطق في مصر، فانا كاني بحييهم وبمس عليهم وباخد من كلامهم وانظمه وارجعه تاني بالشكل ده. يعني مصر متنوعه بشكل كبير. غير طبيعي، بشكل كبير. لو جينا اتكلمنا مثلا عن النقد في قصيده العاميه،
النقد، هل ترى أن هناك دور فاعل للناقد فيما يخص القصيدة العامية؟ لا طبعا ما فيش ولا نقد ولا يحزنون. يعني في الحقيقة يعني ديوان الشعر العامية مظلوم من هذه الجهة، وتتجه أنظار النقاد بشكل كبير إلى النص السردي فيما يتعلق بالرواية أو القصة القصيرة وتستهويهم. يبدو أنه أقسام النقد في الكليات بيركزوا جدا على المنطقة دي ويبينوا الجماليات، يمكن علشان عندنا صاحب نوبل نجيب محفوظ، يمكن قبل منه يحيى حقي، يمكن محمد منظور، يمكن عتاولة الكتابة في الرواية إحسان عبد القدوس، وغيره في القصة القصيرة يعني يوسف إدريس وغيره، يعني وصولا إلى الراحل اللي رحل مؤخرا سعيد الكفراوي. يعني طبعا عندنا أصوات كتيرة في الرواية، فجذبت الأنظار في العقدين ثلاثة اللي فاتوا، 30 سنة اللي فاتوا، من أيام ما جابر عصفور كان في الشدة وبيقدم الشكل النقدي، ومن ثم ظهرت أجيال من النقاد عينيهم مش على شعر العامية جدا ولا مقبول، يعني ضعيف. طب تعتقد ان بعد الفتره اللي هي يعني من خلال السنه سنتين اللي فاتوا دول بقينا نلاحظ ان في اتجاه للمسابقات، مثلا مسابقه احمد فؤاد نجم الخاصه بنجيب ساويرس، بدا النقاد يشتغلوا على الاعمال اللي بتقدم فقط للجائزه ام لاسم احمد فؤاد نجم؟ والله هو طبعا جهات مشكوره، هي جهات خاصه بتمنح جايزة لسن الشباب من الشعراء، أعتقد أنها مشروطة بسن، وطبعا احتفالا بأحمد فؤاد نجم كشاعر مؤثر في فترة من الفترات، وله أداء وله طريقته الله يرحمه، وما فيش مشكلة يعني. لكن هي احنا ما نقدرش نقول ده ان التوجه عام، وما نقدرش نقول انها رؤيه شامله، وما نقدرش نقول ان معظم اللي كتبوا شافوا حظهم يعني داخل هذه الجوائز. في النهايه اللي بيعلم بهذه الجائزه هو اللي بيقدم، وفي النهايه بيفوز اثنين او ثلاثه يعني في غياب الباقين. فالمساله يعني ماشيه يا دوبك. لو عايزين نرجع لمحمد فتحي نسمع نص ثاني لمحمد فتحي. سمعك نص، وانا حاولت اجيب مختارات من ديوان تحت الطبع على باب محطة مصر، وايضا ديوان السوق، وطبعا هو سبق الاشياء دي ديوان مطبوع اسمه للاسف ما جبتهوش معايا لانه بنات الحور، هو طبعه 2006 من الهيئه العامه للكتاب، وساعتها انا وديته 2001 للهيئه العامه للكتاب، طبع 2006، وانا اصلا كنت كاتب قصايده 95 و97 ما شاء الله بقى، فيعني وده على فكره من الاسباب اللي خلتني ما اكونش متحرك قوي واميل الى الطبع المباشر والسريع، يعني يا اما الواحد يروح يدفع الفلوس يا اما ينتظر الطابور. دي مشكله ثانيه فعلا. فطبعا دي دواوين تحت الطابع، فانا مختار شويه حاجات كده، مثلا ده سريح في المترو، مسعود ومسعد يلي صليت على النبي، حمادة يلعب وانت يا مي العبي، اللعبة دي ما تحبش الكسلان ولا الجبان ولا المبلم والغبي، افتح يا باشا وشوف وفلوسك في جيبك، اللعبة شغل تقيل وعلى التجربة، وادي واحدة كمان للأمورة، مين ألهات؟ أنا السريح لا أستريح ساعة، ببيع لعب تفريح وألم وولاعة، المترو يفتح باب أبيع مسواك، المترو يقفل باب أروح وانساك، أنا كعب داير علت الإمساك، بقرا الوشوش أعرف زبوني فين، أنساك وأجيبك لو ما بين 2000، وتروحي فين يا مي جنب حمادة في المترو، كتروا اللي تايهين قوي والكدابين كتروا، سريح بسيح في الشمس والضلة، بكسر يا بيه ورا كل ضيف قلة، واتدفى على فحم الذرة في محطة الإسعاف، وخاف من الشتا وحبيبتي مني تخاف، اكمني طوالي دلعها صايص حبتين وعقلها لايس،
ما حصلتش البنت مي في المترو، شغلانه صعبه يا بيه بدون تصريح. وحبيبتي شافت مكسب السريح، قالت لي ايدي على ايدك صلي على سيدك، ما شفتهاش من يوم ما راحت خط غير الخط. مشهديه رائعه لصوره واقعيه. ده سريح وطبعا باسلوبه هو الشخصي، يعني تقمص محمد فتحي صوره السريح وحكى قصه بمنتهى. ما فيش حد فينا ما بيتعرضش للمواصلات العامه، هو طبعا متسع ليهم. هو كان الاتوبيس البطل في مساله البياع، يعني دلوقتي بقى المتر من السبعينات وانا اتغيرت طبعا بالظبط. اول ما تركبي بتسمعي غنى وسلع بتتباع. المترو دلوقتي شكله بقى هو متسع برضه، فطبعا منين ما بنركب بنسمع الكلام ده. طبعا لو رحنا على فن الواو وقلنا مثلا ان فن الواو مر، يعني احنا عرفناه عن طريق مثلا ابن عروس، الكلمات اللي جات لنا المربعات فن الواو اتطورت واخدت اشكال تانية مع صلاح جاهين، لانه دخل فيها مش فقط الكلمات ولكن بقى فيها خيال وفيها تصوير. عمل يمكن ده كان المشروع الشعري بتاع صلاح جاهين. هو طبعا في فرق. شو عايز تقولي كملي؟ كنت عايزه انا كنت عايزه اروح لمحمد فتحي في فن الواو. هو طبعا في فرق شويه من حيث البناء والايقاع ما بين الرباعيه اللي كتبها صلاح جاهين وما بين المربع اللي هو يقولوا عليه فن الواو. وينسب لابن عروس اشياء تاريخيه انا عدى عليها كذا قرن، ونشط فن الواو في الجنوب المصري. احد رواده ربنا يديه الصحه الشاعر عبد الستار سليم وغيره طبعا. يعني في محمد عزوز شاب، ناصر النادي، في ناس كتير قوي بتكتب. مفيش شاعر عاميه الا وحب يقرا النوع ده، ولو جاله الحظ يختلط باهل الصعيد واكتسب بعض المفردات هيخاطبهم ويلغيهم بنفس بشكل. يعني عايز تقول لي ان فن الواو قاصر على اهل الصعيد؟ لحد كبير، وان كنت انا من الصعيد يعني انا اصلا والدي دقهليه بالاس ومتربي في القاهره، والفرع الثاني من العيله في الجيزه. فيعني اللهجات اللي انا احتكيت بها بشكل كبير جدا لهجه بلد امي ولهجه بلد ابويا، وبالاضافه طبعا للقاهره اللي احنا نشانا فيها. لكن الاطلاع والسماع الكتير، وانا عايز اقول ان الانسان المفروض مش الشاعر ابن السماع، المفروض يبقى الانسان ابن السماع. لان الحكمه بتقول اسمع كتير قوي واتكلم قليل. فانت اسمع دي عند الموهوبين شويه واللي عندهم بعض الملكات اللي ربنا اداها لهم زي الشعراء وغيره، هو عنده القدره شويه او ربنا مديله القدره انه يترجم ده ويبلوره ويطلعه في هيئه يعني عمل ابداعي. فالبناء في الواو مختلف عن الرباعيه، وبالتالي مختلف عن قصيده العاميه المطوله يعني وهكذا يعني. فله ايقاع وله طريقه في الكتابه، يعني الاول زي الثالث والثاني زي الرابع في الكتابه، بشرط انك تخلصي كل اللي انت عايزه تقوليه في الاربع شطرات سريعا جدا كل ما القدره. بشكل كبير. نسمع حاجه رباعية. مش عارف مناسب ولا ايه، بس انت فتحت الموضوع. لان رباعيات يعني انا هقول كده بشكل عشوائي شويه سريعا. أنا طير وساكن في عشي، خبطتي افتح فتحته، زقيتي حطبي وقشي، العش بقى فوق وتحته. تمام. يا عيني بالدمع جيشي، من الفرحة والنصر آتي، أنا جندي ناصر لجيشي، لو جاني عادي في ساحاتي. مش ناقصه فقعة مرارة، أنا مش فريد أو حليم، عايزان أقول لك خسارة وأنت العذاب الأليم. روعة. أنا كنت عايش لسعدك، أما أنت عشت القضايا، دلوقتي عايزان أساعدك، هتاخدي إيه من رضايا؟ ده مش كلام المحبين ولا حد حابب يراجع، أنا وأنت كنا ساحبين
زمن يحلف مراجع. مراجع. يعني عايز يعني انوع لك شويه. سيباني ليه للحدادي تاكل وتنهش في لحمي، والحد امتى حدادي في بعيده نسيت ملحمي. الله. لازم يكون في خف الدم شويه طبعا. في اكيد وعامل جاز صوتي يعني في ناس يدوب الدواء عيش بتسمي تشفى من اوجاع، وناس كمثل الدواء عيش تجار بلايا واوجاع. رب العيال على الغريزه حتى الصبايا محاكم، البت علشان بريزه تودي جوزها المحاكم. يا الله. وهكذا يعني ده جانب من الشكل. وان كنت انا لا ادعي مطلقا اني حريف، طبعا ليها ناسها وفي ناس بتقعد بالحرف والكلمه. انا ممكن اسمي دي يعني ايه الواو القاهريه يعني مجازا. لان انا برضو متعاطف مع هذا اللون جنوبا وبستطعمه وبحاول احكيه ليس الا، وده يعني تسالي كده يعني. رائع. من النصوص اللي كنا بنقراها انا وحضرتك على الهوا. اتفضل. صوبايا البلد. ده عندك انت؟ اقراها تقراها. هاتي اقراها بقى يلا. معذرة. لا بسيطة. وقالت ارفع علي القفص جبرت، الواد رفع كل الجيوش عبرت، نسيت دوايا في شنطة الموتوسيكل، سيب الحوايا حطها بإيدي، طب ايه بقى؟ وبعدها لك يا حظ، السوق لبش والفرش ليه مكتظ، انا عقل شط خلاص والعقل مني بز. قالت له وسع تقل الميزان على الراس، ما حبكش يعني توري كل الناس. ومشيت ماسكه طرف القفص بصباع، المشيه مسكوفي جابت للجوافه صداع. مين اللي باع يا مصر يوم ما اشترينا؟ وليه بياكلوا الطعام ويمشوا في الاسواق؟ لكل داء دواء الا مرض العداء، ولكل واحد دماغ هيسيبها وتسيبه. طلبت شاي بحليبه وقلت له بربري، يا مفصل العبايات بلاش تكون مفتري، مش بدري يعني وليه اوام تكبري؟ انت اموري وانا اقول بلاها السوق، انا احب ادوق واشتري ولا حد غيري يدوق. يرن صوت الواد عند باب النصر، يرفع اذان العصر باب الفتوح، ونروح لباب الخلق نعلن خطوبتنا، نخلي كل الشقا يرتاح ويرمي طوبتنا، بقى كل لقمه عيش، طب فين نصيب بيتنا؟ الواد رفع القفص وشوش وقال طب ايه، وكل ما تبعد يعلي صوته كمان، البنت ماشية تودي ألف لومان، تسلم صبايا البلد والعود والصبة، القشطة تقلب وردي لو غطتها بمربى، وكنا فين؟ وإزاي بقينا على الكورنيش؟ وإزاي قدرنا نعيش بملح وعيش؟ وإزاي نعيش أغراب وإحنا اتخلقنا لبعض؟ روعة. يعني لغة السوق، لغة أنا من الناس اللي يتبضع بنفسه، قايم بالدور ده في الحقيقة. بشتري الطماطم من 20 سنة والخضار، وعندي فرصة هايلة أنزل وأسمع الناس وألغيهم وأتكلم معاهم، وبالإضافة لتجوالي الشخصي الوجوه يعني أنا ظروف تعليمي كلها في خط مصر القديمة إلى حي الحسين. الإعدادية في شارع أبو سيفين في الملك الصالح، الثانوية في أحمد ماهر في السيدة، الجامعة في الحسين،
فانا يعني من يعني عين ثاقبه لكل ما هو مصري حقيقي. يعني فطبعا كل المهن، كل الحرف، كل البشر مرت عليك وبنظرك يعني. وعشان كده معظم كتاباتك تحسها معجونه بالشعب المصري، بروح المصريين، بحركه الشارع، بحركه السوق. فطبعا انا ما اعرفش هي تتعجن بايه غير كده في الحقيقه يعني. انا اكتشفت انه الكلام مثلا عن حتى المحبوبه، يعني لو انا عايز اكتب غزل مش بالضروره، طبعا الاغاني تحتمل ده، يعني الاغاني تحتمل. هو واضح ان احنا كده معذره للهواء الوقت بيعدي، لكن قبل ان نختم اولا اشكر حضرتك جدا، وكنت اتمنى الوقت يكون اكتر من كده لنسعد بكتابات حضرتك. اشكرك جدا الشاعر محمد فتحي، و أشكرك على خير. أشكر حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشوفكم على خير إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.